حلقتنا بتكفي مع كاربي ديام ونيرمين قليلات بهالمحطة. منجرب انه نضوي على لبنان الحلو، لبنان الامل، رغم كل المشاهد يلي ممكن انه تحبطنا وتيأسنا. اليوم الموعد مع اسم لبناني عالمي، مع مهندس ومصمم نفتخر فيه، جو فرح. بكل الاعمال اللي بيقدمها هو انسان ناجح ومختلف. من فقرة وصولا لمطار رفيق الحريري الدولي وإضاءة على أحدث طائرات الميدل إيست إيرلاينز بجولة حصرية على تفاصيل هندستها وديكورا، بالإضافة أكيد للسيدر لاونج بمطار رفيق الحريري الدولي، كلهم مع ضيفنا لليوم بكاربي ديام جو فرح. خلينا نشوف هالحلقة سوا. حلقتنا لليوم من كاربي ديام رح نستضيف شخصية مميزة من عالم التصاميم، مسيرته حافلة بالنجاحات بلبنان والعالم، وجولتنا معه تبدأ من بيته بفقرة. جو فرح، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة معنا بكاربي ديام، Our International Designer. خبرنا بدايتك، كيف بلشت ووين صرنا؟ بلشت من زمان، بلشت من شي 30 سنة، فتحت مكتبي ببيروت وكتير بعجلة حبيت انه روح ابعد من لبنان، مع انه عملنا مشاريع كتير حلوة بلبنان وصار هلأ موجودين نحنا بالمكتب بكذا بلد عربي وببلاد بأفريقيا وبأوروبا، خصوصا بباريس. يعني كل سنة عنا نحنا كتير ورش بباريس بنعملون، بس اكيد الانطلاقة وما فيها تكون والذوق غير من لبنان. اكيد مكتبك ببيروت؟ مكتبي ببيروت والستاف كلهم والاركيتكتس ببيروت بيشتغلوا، وعندنا ساتلايت اوفيسز ببقيه المطاريح، ومنشان هيك بنقدر نحن نكون موجودين بكذا بلد. خبرنا شوي عن البيوت اللي بتعملها هون وبرا، وعن ستيل. انت عندك ستيل شوي ديفرنت عن غير الديزاينرز. هلا نحن 70% من شغلنا هو ريزيدنشال، مش بابليك وريتيل وهيك، بس ريزيدنشال لأن أنا بحب ريزيدنشال. يعني أنا كتير بحب أعمل بيوت لأنه بحس إنه في انتراكشن مع الزبون اللي عم بعمل له بيته، يعني في كتير أشياء بحطهم هو ومنتبادل أفكار وبنعمل بيوت. هلا أنا الستيل تبعي أنا بحب البيت يكون هومي ويحس حاله الواحد مرتاح فيه. في غير أشخاص بيعملوا بيوت مختلفة، بس أنا كتير بهمني إنه أنا البيت يكون مش جاليري. اكيد بيكون في قطع حلوه من 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 اشخاص ومن ديزاينر بالعالم معروفين ومن بينترز بالعالم معروفين وهيك، بس انا بضل وبصر انه بحب انه البيت يكون فيري هومي ليضله 20 سنه الواحد قاعد ببيته وحاسس حاله مرتاح، مش انه كل سنتين بحس حاله بده يغير بيته. جو، نحن تعاملنا سوا، كان في بيت بيروت تاور، عدة بيوت كنت عم تعملنا اياه هون. انت مع الكلاينت كثير انه بتسمع له، بتسمع هو شو بده، بس ترجع اخر شيء بتعمل انه اللي انت عم تلاقيه مزبوط. خبرنا على هذا الموضوع. بدي اقول لك شغله، دفنتلي البيت مش لإلي، رح يكون للكلاينتس اللي عم بعمل لهم البيت، بس اكيد بدي مجبور اتسمع له. اذا ما تسمعت بكون عم بعمل اوتيل، ما بكون عم بعمل بيت. يعني هن بدهم يكونوا حاسين حالهم مرتاحين بهذا البيت، بس الكلاينتس بيجوا اوقات بافكار كثير مخلوطه، يعني بيبقوا شايفين شغله عجبتهم هون وشغله ثانيه عجبتهم هون وهيك. نحن شغلتنا انه نوحد البيت لبعدين وقت يمشوا ببيتهم ما يحسوا انه كل اوضه شكل وكل مطرح شكل. وقتها قنعتني، يعني كان في اوقات عصب انا انه يلا انا بدي هيك، اللي بده يعمل لي هيك، وانت بطريقتك قنعتني انه هي بتزبط هيك ومش الحال. وبدي اقول لك شغله، احلى شيء الستات هن وقت بيعصبوا كان جانفيه بعدين. لأنه بيطلع منهم كل شيء بيفكروا فيه وبيستحوا يقولوه. أحسن شيء عصبوا شوي الستين، بعدين منروقهم بيمشي الحال. الشاليه عندك
كتير حلو، كتير مزوي، كتير ديفرنت. كيف اجاك الانسبيريشن عملته؟ لكن بلبنان في شهرين ثلاثة عسين بالصيف اللي هن ببيروت عسين كتير. سو أنا من سنين يعني بحب هيدي المنطقة كتير، لأنه أول شيء الطقس فيها بياخد العقل. الصعوبة بوقت تعملي شاليه بهيدي المنطقة بدك تعمليه أنه يكون دافي بالشتاء وقت تستعملي الإندور، وفرح وفي خضار وفي جنينة برا، لأنه بتستعملي كتير الأوت دور بالصيف. بقى هيدي إذا زبطت معك هيدي العملية بتحسي حالك كل السنة قاعدة فيه مرتاحة، ما بتحسي حالك مسقعة بالشتاء، وما بتحسي حالك كمان بالصيف دافية كتير. بقى مش هيك، إذا بتشوفي جوا في عندك كتير خشب، في عندك أفردار، لأنه أنا بحب كمان يكون حوالي كوفي أفردار، بس وقت تطلع على جنينة ما بتقعد تحسي غير الخضار والمي والمنظر والفيو الحلوة وكل شيء. بقى مبسوط كتير أنا هون، يعني أنا لو مش من الطريق والعجقة السير بقعد كل السنة هون. عن جد كتير حلو وكتير مزوق وكتير ديفرنت و جود لك. هلا ليكي هون عادة بالمناطق اللي فيها ثلج وهيدا بيستعملوا مش خشب ناتشرال وود، بيستعملوا اشياء كومبوزيت وهيك لحتى يوفروا صيانه وهيك، بس انا بموت بكل شيء ناتشورال ناتشورال. سو اي انسيستد انه بده يكون كله خشب مع الحجر البازالت، يكون كل الباقي خشب طبيعي، يعني لو بده صيانه وكل شيء كان كثير احلى وقت، يعطي كثير احلى، يعني بيعطيكي هالافيه اللي هو كذا لون وكذا شيء مزبط الالوان جوا. مشان هيك عم انسيست انه يكون هون الود. هاي القعده هي احلى قعده للسانست كمان، لانه بتقعدي هون وعندك الشمس. هلا اليوم في شويه غيم، بس عاده هون القعده بتعدي احلى سانست بالعالم، لانه بتعدي والدنيا كلها عم تتلون قدامك، شيء بياخذ العقل. كثير حلو هون. رح ننتقل من فقرة للمطار تناخد كل التفاصيل عن الطيارة الجديدة الخاصة بالام اي اي. هاي جو. هاي. خبرنا شوي على الطيارة الجديدة وعلى الرقم. رقم هيدي الطيارة 10,000 هي اكشلي هي A320 family، بس هيدي العدد 10,000 انتجوه بايربوس. بقى هيدي اتس اكسبشنال انه شركة طيران تاخدها، والميدل ايست صارت اخدتها مرتين، اول مره بالرقم 5,000 وهلا بالرقم 10,000. وهي اكشلي هي هيدي الطياره A321، بس بسموها A320 family اللي هن بيضموا 19 و20 و21. وال10,000 رقم كثير مميز وكثير الايربوس انبسطوا، ونحن اكيد كشركه وطنيه يعني كيفوا الميدل ايست انه قدروا حصلوا على هيدا الرقم المميز. جو تورجينا الطياره من جوا؟ ايه اكيد لازم نشوف الطياره، لانه هلا كل شيء فيها جديد مختلفه كليا عن الطيارات اللي قبل اللي كانوا بشركه الميدل ايست. قد ايه اخذت معكم وقت الطياره؟ هي تيعمل واحد ديزاين للطياره في قسم تكنيكال، نحن ما بنهتم فيه، نحن بنهتم بكل شيء اسمه ديزاين. تكنيكال التيم تبع الميدل ايست بيهتم فيه، وهلا بعد شوي رح نتعرف على حدا كثير مهم عندهم بالتيم تبع الميدل ايست، بس بالديزاين نحن بنهتم. اخذت كثير وقت، تاخذ اولموست سنتين يعني، لانه بتسافري على كذا بلد، لانه ايربوس القطع تبعها بكل بلد بيتصنع قسم منه. وكيف طلع معكم هيدي الالوان؟ طلع معنا هدول الالوان بمشارعه كبيره، يعني لانه كانوا بالاول وقت عرضت فكره انه نعملها هيدي اللون الغامق كان في ناس ضد هيدي الفكره، كان فكروا انه بدهم يعملوا طياره تكون شوي فرحه شوي اكثر، بس اذا مثل ما بتلاحظي انه هدول الالوان هلا كتير
كثير على الموضة هلا ورح تبقوا بالقليلة على 15 سنة لقدام. كان عندي شخص أنا بالميدل إيست كان عم يساعدني بالبزوق، رح تعرفون عليها اسمها باميلا، هي باميلا هي بقسم الإنجينيرينج بالميدل إيست، وباميلا كان أكيد يعني عم بروح أنا مع تيم الميدل إيست بما فيهم في باميلا، وفي كمان شخص اسمه محمد الحوت اللي هو on top of everything اللي هو بيحط إيده بكل شغلة. جولتنا مكملة وسوا رح نتعرف أكثر على تصاميم جو فرح بالميدل إيست إيرلاينز أوديتوريوم وبالفي آي بي لاونج بمطار رفيق الحرير الدولي. هلأ نحن ببارت من الترينينج سنتر بناية عملتها الميدل إيست لحتى تقدر تدرب الكابتنية والأوتيسات، وعند في هون في صفوف وفي عدة وفي سيميوليتر لحتى يتمرنوا على سواقة الطيارات، وفي قسم من البناية في شيء اسمه أوديتوريوم رياض سلامي نحن موجودين فيه هلأ. هذا الأوديتوريوم اللي بنعمل نعمل كونفرنسز فيه بقلبه. هذا الأوديتوريوم اللي بتشوفيه انت وقاطع بالمطار بتشوفي هالبول جياد من برا بتضوي وتطفي، هيدي داخلها من جوا، هي علوها 17 متر من جوا وبتساع 350 كرسي، وكل شيء ندرس فيها لما يكون فيها ايكو، ما يكون فيها يكون الصوت منيح والاي سي كثير منيح، وكل most up to date equipment نحطه فيها هن بالكنترول روم اللي هي فوقنا دغري، ومثل ما بتشوفي انه كل السقف تبعها مكسر لحتى والبخويش الموجودين هن بيطلعوا اي سي وزيت الوقت بيسحبوا ايكو، ومكسر لحتى يكسروا الايكو والفوكل بوينت تبع الايكو ينزلوه للنص تبع الاوديتوريوم. جو خبرنا كيف طلع معك اللاونج، كيف غيرته؟ تغير كثير. اللاونج اتصل فيه محمد الحوت وقال لي بدنا نغير اللاونج لانه قديم صار عمره 10-15 سنه، وكان يومتها هو ماشي بترند كل الشركه بده يجدد الطيارات، يجدد اللاونج، يجدد المكاتب وكل شيء. طلعنا بقى بفكره، طلب مني اني اعمل له ديزاين شوي لحتى يقدر يلقي نظره يشوف اذا بيعجبه مثل ما هو. ونحن حبينا انه نعمل لاونج مش انه مثل اللاونجات اللي بيعملون عاده بالمطارات، لان نحن المطار منه هاب يعني مش مثل مطار الامارات وقطر وهيك. سو نحن الناس ما بيناموا او بيقعدوا او بيقضوا 7-8 ساعات باللاونج ورجعوا بيفلوا. بقى جربنا نعمل لاونج هومي ذات الوقت يحس حاله الواحد مرتاح بالاضاءه تبعه باللوين تبعه بكل شيء، لانه بيقعد ساعه ساعتين هذا المعدل الماكسيموم بيقعد قبل ما يسافر. وكانت هالفريير اللي فوق الموجوده اللي كثير حلوه اللي بتفوت نور بالنهار كثير حلو كانت موجوده، جعنا زبطناها كلها وعلينا كل الصوفيه كانوا اوطى بكثير، جانا علينا هون وحطينا هالمزيج من الخشب والمتل الاسود وكل شيء لحتى لي يعطي لاونج مودرن. يعني لاونج خلص السنه الماضيه بال 2019 وبده يضاين مينيمم 10 سنين او 15 سنه لقدام. اللاونج اول شيء مقسم هو لكراسي للبزنس مان، كراسي ومطارح ارياز للفاميلي، الفاميلي هن بيكونوا 5-6-7 مشان هيك عندك اوقات مقاعد بياخذوا 7 اشخاص، وبزنس مان في يا مقعدين لحالهم يا مقعد واحد لحاله يا 4 لحاله، لانه هيدا بالاخر بزنس لاونج. بس بلبنان لانه بنسافر مع عيالنا كثير مشان هيك عاملين هون مثلا كيدز اريا للناس وين جابين يرتاحوا، عنا سبا، عنا مساجات وكل شيء. بس بدي اقول شغله كثير مهمه، وفي اكيد سموكينج اريا ما انا موجوده بهيدي، ما انا موجوده بكثير مطارح بالعالم مفروض تروحي وتطلعي برات اللاونج للدخنه، نحن لانه بركي انا بدخن عملنا سموكينج اريا هون. في قطع اثار ما انا موجوده بولا مطرح غير بلبنان وباللاونج تبع لبنان، وبتشوفون حواليكم وين ما كان قطع من اثارات لبنان اللي هي ما بتلاقيها اكيد بولا لاونج بالعالم، بتلاقي قطع اثار هن مأخوذين من متحف لبنان. وفي اهم شيء كمان بحب يعني ضوي على هالقصه انه المطبخ جوا سبيسيفيكيشن تبعه ان الاعلى بالنظافه بالعالم كله، وهيدا التشيرمان انسيستد انه بده اياه يكون دائما الاكل عم بيطلع من مطبخ كثير نظيف. جو بدي اتشكرك اليوم على التور اللي كثير حلو عملناه بالمطار، عن جد ميرسي كثير. يعني هيدا التور هو اكثر بيناتنا مش بالمطار بكل شيء ارياز خاصتهم بالميدل ايست، يعني ان كان الطياره او التريننج سنتر او اللاونج او تابعين لشركه الميدل ايست. وانا بدي اشكركم لانه عذبتكم وهلكتكم، والمطارح كثير كبيره وكثير بعيده عن بعضها وبدها كثير سكيورتي باسز وكل شيء، بس انبسطت قد الدنيا انه عملت الانترفيو معك انت. حبيبي
حلقتنا لليوم خلصت، ومن خلالها عرفنا انه رغم كل الظروف الصعبه انه بايماننا ببلدنا نقدر نخلصه. لاقونا بحلقه جديده من كخبة ديام مليانه امل بلبنان. Thank you.